تاخدوش من كلامي، انا بشوف اليومين دول ظاهره منتشره قوي ان الواحده تبقى متجوزه ومعاها عيال وكمان متجوزه عن حب، وتلاقيها بتخون جوزها مع واحد ضحك عليها بكلمتين حب وتريل بعد كده. بصي بقى، كل واحده تسمع الكلمتين دول كويس عشان بعد كده ما نرجعش نعيط، لان دي مصيبه كبيره. وطبعا السبب فيها النت ومواقع التواصل الاجتماعي اللي الناس بتستخدمها غلط. ابن عمك، ابن خالتك، ابن الجن الازرق بعت له مساء الخير، صباح الخير، ازيك، عامله ايه، مش باينه ليه، طمنيني عليك، وحشتيني. ايه ده بتبدا كده وبتنتهي بموت ودمار وخراب بيوت؟ فتحتي باب للشيطان وهيخرب بيتك بعدها. مالك حزينه ليه؟ حاسس من كلامك انك متضايقه. طب احكي لي فضفضيلي، جوزك مضايقك؟ انت لو مراتي مستحيل اسيبك لحظه. ورا ابتسامتك الحلوه ديت حاسس ان في حزن عميق. لا حساس يا واد، حد قال لك ان عينيكي حلوه؟ هتعملي ايه النهارده؟ اكلتي؟ فطرتي؟ يا حنين، صفحتك على الفيسبوك حزينه قوي وكومنتاتك فيها شرود. اتغديتي؟ صوره من السهوكه. طبعا انت زي الهبله وتلاقي قلبك خرج من جسمك. ايه ده، حاسس بيا وتلاقي نفسك بتفضفضي مع اني هو ماله اصلا؟ قرب اتعلقتي بيه وبقيتوا اصحابه، ما يعديش يوم غير لما تتكلمي معاه، وانت بتحكي معاه على انه صديق مع اني من جواكي بتحبيه وعايزاه يتجوزك. وخاينه وفي المعجم الوسيط، لا تقولي بقى مشاعري ولا لحظه شيطان. انت اللي فتحتي للشيطان باب. اول ما تلاقي واحد بعتلك كده من غير حوارات ونقاشات بلوك على طول، يزعل يزعل حتى لو قريبك، دي اصول ومبادئ. احسن ما تندمي في الاخر وتبكي بدل الدموع ده. يا بنت الاصول حافظي على بيتك مهما كان حالتك، يا بنت الاصول حافظي على بيتك مهما كان حالتك، يا بنتي ما تدخليش اي راجل حياتك، لقيتي راجل بصلك بصه اعجاب عينك ما تترفعش ليه تاني. على ذمه راجل، خليكي في حلالك، في حضن جوزك اعملي اللي انت عاوزاه، مش لما نقولك اعملي كده تقولي بتكسف. امال ما بتتكسفيش ليه من الرجاله الغريبه؟ هو الشيطان لازم يكرهك في جوزك وتبتدي تعملي طلبات بالعافيه وانت مش طايقاه؟ وعقلك بيقارن بين الكلام الحلو والاهتمام بتاع الواد بتاعك وبين شحبر جوزك وانت شايفاه نايم بيشخر من التعب في الشغل، انما التاني قاعد صايع وهو متعود على كده مع بنات كتير. بيوت كتير خربت بسبب العلاقات دي. جوزك اللي طالع عينه في الشغل دوت عشانك انت مش عشان حد تاني. ويا رب ما حد يزعل من كلامك. خليكي فاكره امراه فاضله، من يجدها ثمنها يفوق الغالي. الله يخليكي، حافظي على بيتك وجوزك واولادك. عالم الفيس نصه كدب بامانه، وحاليا بقى كله. ورجعنا لحضراتكم في الفقرة الثانية، وحلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا. الفقرة طبعا إن شاء الله هنتكلم فيها فقرة عن الطموح وعن الكفاح وعن كيفية تحقيق الذات. لو هتكلم عن الكفاح والطموح فأنا أضيف النهاردة نموذج مشرف عن الكفاح والطموح. لو أتكلم عن العزيمة وكيفية تحقيق الذات فأنا برضو النهاردة ضيفي نموذج ومثال مشرف للعزيمة والإرادة والكفاح والنجاح وكيفية تحقيق الذات. أحب أرحب بضيف النهاردة الأستاذ علاء كمال ابن مدينة المنصورة، فني ديكورات وتشطيب دهانات. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. في البداية أستاذ علاء، عايزين نبذة مختصرة عن حضرتك. علاء كمال حلمي، قرية الربعمية، ابن 100 سلسيل، المنصورة. العمر 31 سنة. مواليد 89. شغال فني ديكورات جبس وتشطيب دهانات. حبيت المهنة من التعامل مع الشغل والديكورات، كل يوم بشوف فيها جديد، كل يوم بشوف في حاجة جديدة، حاولت ان انا اكون حاجة مميزة فيها، كل يوم بحاول ان انا اجدد، لازم اشوف ايه اللي بره اعمله، لازم اجدد من حياتي الشخصية. هي دي النبذة المختصرة عني. تمام تمام. طبعا انت زي ما عرفناك طبعا فني ديكورات وتشطيب دهانات. كل رحله كفاح وكل رحله صعود وكل رحله نجاح بيكون ليها الناس اللي بتدعمها والناس اللي بتساند فيها. مين اكتر حد دعمك وساندك في حياتك الشخصيه؟ اكيد اهلي طبعا، على مستوى شغلك وعلى مستوى الشخصي. الشخصي اهلي. تمام. شغلي معلم اللي اتعلمت منه. مين هو حابب توجه له رساله شكر؟ المعلم محمد الشبكي ابن الجوابر، طبعا بشكره ان هو دخلني في مهنه زي كده وعلمني. تمام. طيب ممكن نعرف من حضرتك ليه حضرتك اخترت مجال الديكور عشان تشتغل فيه؟ ليه الديكور؟ الديكور ده حاجه مميزه جدا. تمام اتفضل. كل حاجه في حياتنا لازم يكون فيها ديكور. مش الديكور مش مختص ان انا اعمل جبس او اشطب دهانات، لا، كل حاجه في حياتنا النهارده ديكورات. تمام. القعده لازم اكون عامل الديكورات بتاعتها كويس.
المكان اللي انا حابب فيه في شقتي لازم اكون مميز فيه. تمام. انا لازم اكون مرتاح للمكان اللي انا قاعد فيه، مش ان انا احط اي حاجه في مكان غير مكانها. تمام. تمام. لازم كل حاجه مكانها. فهي دي الحاجه الوحيده اللي حببتني في ان انا اخش المجال ده. تمام. الديكورات كل يوم فيها حاجه جديده، كل يوم في فكر، في ابداع، فلازم نكون احنا متعايشين مع الابداع والتجدد الفكري. طبعا ما شاء الله. تمام تمام. اتفضل. تمام. طيب احنا هنعرض طبعا لحضرتك شويه صور، وكل صور هتقول لنا ايه نظامها ان شاء الله. تمام. باذن الله. طب اختيارك للمهنه يا استاذ علاء، اختيار منك ولا تاثرت بحد من خلاله حبيت المهنه دي، مهنه الديكور ومهنه التشطيب؟ والله انا تاثرت من العالم الخارجي اللي الواحد بيتفرج عليه على التكنولوجيا والفيسبوك والحاجات دي، خلتني اصر على دخول المهنه، لان كل يوم فيها فكر جديد. تمام. التطور الفكري فيها مستمر، فيها ابداع، واحنا الحمد لله النهارده كمصريين عندنا شغل ما شاء الله بنعمله في العالم كله. بنصدر شغلنا للعالم كله باذن الله. تمام. اتفضل. اتفضل. نعرض الصور على الشاشه طيب عشان نشوف الصور. اتفضل. هل اشتغلت في مجال الديكور يا استاذ علاء اثناء الدراسه ولا بعد الدراسه؟ بعد الدراسه مباشر. بعد الدراسه؟ بعد الدراسه مباشر. لكن ما فكرتش انت تشتغل في اثناء الدراسه؟ لا، كان ما فيش فكر من ده في اثناء الدراسه. بعد الدراسه على طول فكرت واشتغلت فيها، وتوجهت من نقاش لفن جبس لفن تشطيبات، والحمد لله كل يوم في جديد وكل يوم في استمرار في الشغل، في بنحاول ان احنا نبدع ونجدد كل يوم من نفسنا. تمام. شغلك يا استاذ علاء الديكور والتشطيب ده اقتصر على المدينه بتاع حضرتك ولا اشتغلت في محافظات تانية؟ لا حضرتك، انا كل يوم في محافظه مش في مدينه بس، انا شغال في القاهره، في الاسكندريه، اسماعيليه، دمياط، بورسعيد، كل يوم الحمد لله. ده احنا من فضل ربنا علينا، احنا زبائننا كلها، العملاء بتاعتنا كلها من خارج المدينه بتاعتي. يعني مش مختص على المدينه اللي هي مدينه المنصوره. لا، انا الحمد لله كل يوم في محافظه شكل وفي مدينه شكل. تمام. ده فضل من عند ربنا. اكتر مدينه اشتغلت فيها فين؟ واكتر مدينه بتعزها في الشغل او بتحب تروح تشتغل فيها؟ دمياط والقاهره. ليه طيب؟ روحهم حلوه على الشغل، والعملاء بتاعهم متفاهمين، بيحبوا ان هم يبدعوا، في كل يوم في تطور عندهم، عايزين يتعايشوا مع العصر الحديث من الديكورات. يا ريت طبعا اداره الاستوديو تعرض لنا الصور عشان نتكلم مع الاستاذ علاء بخصوص الصور دي. طيب استاذ علاء، الشغلانه دي كانت اول مهنه ليك ولا اشتغلت حاجه قبل كده؟ لا والله حضرتك، انا بالنسبه لي كنت الاول فني دهانات نقاشه، فكل يوم بالنسبه لشغل النقاشه كل يوم احنا بنخش مكان جديد، موقع عمل جديد، فمن هنا بدات فكره الديكورات اللي هي الجبس. كفن جديد. في كل يوم فيه تطور. تمام. في ابداع. النهارده كل يوم احنا في مصر كل يوم بيطلع عندنا شغل جديد، مش مختصر على حاجه معينه ان كل يوم واحد بيقلدها، لا، احنا كل يوم عندنا فكر جديد في فن الديكورات الجبسيه. كل يوم في طقم جديد بيتنحت، طقم جديد بنصبه، كل يوم في شغل معين جديد. تمام. احنا طالعين. ايوه ايوه. يعني بالنسبه لشغل مصر حاليا في الديكورات احنا طالعين. بننافس بها الدول. ما شاء الله. يعني كمصريين النهارده بنطلع الشغل بره مصر. مش شغلنا مختصر في مصر بس. لا، شغلنا حاليا كمصريين بينافس الدول كلها. ما شاء الله. في مجال الديكور يعني؟ في مجال الديكورات الجبسيه. ما شاء الله. يعني مش مختصين ان احنا بس داخل البلد، لا. احنا شغلنا الحمد لله في كل مكان في العالم حاليا تلاقي فيه شغل مصري. ما شاء الله. متصدر من مصر. من مصر. متصدر من مصر، القوالب بتاعته مصنوعه في مصر، من مصر، ومتصدره من مصر. ما شاء الله. طبعا ده انجاز ديني طبعا. اكيد طبعا. المشاهد هنا استاذ علاء بيسمع مننا كلمه ديكور، كلمه تصميم، عايزين نوضح للساده المشاهدين يعني ايه كلمه ديكور. حضرتك ديكور ده معين، يعني ديكور انا في بيتي حابب ديكور معين اكون مرتاح ليه شخصيا، مش ان انا جايب صوره انفذها برضه وخلاص، لا، الديكور المعين لازم انا فيما بعد العفش بتاعي عامل ازاي، طريقه الفرش، كل الحاجات دي اساسيات في كلمه ديكور. تمام. يعني مش ان انا اجيب جبس اركبه واشطب دهانات وخلاص. انا ممكن بعد كده اجي افرش العفش بتاعي مفيش حاجه تنطبق مع بعضها. ما شاء الله. يبقى المكان بتاعه كله عشوائي. فده ما ينفعش طبعا. تمام. انما انا دلوقتي حاليا بعمل ديكور جبس او بشطب دهانات، انا بعمل للمستقبل. بشوف في عفش هيجي ازاي، في نيش هيجي ازاي، في صالون، فكل دي اساسيات
بنعمل حسابها مع العميل اول ما بندخل نتفق في الشغل. يعني اول ما بنروح الشغلانه بنقعد مع العميل، انت هتعمل ايه؟ تشطيبك فيما بعد هيبقى شكله ازاي؟ لان ما ينفعش ان انت تحط اي شكل وخلاص. تمام. كل حاجه لها حاجه معينه. تمام. وبالنسبه للجبس في اشكال برضه، يعني العميل يكون مختار الصوره، بس الصوره دي ما ينفعش تتطبق عنده. تمام. مكان صغير، سقف واطي، دي من يعتبر من مشاكل الجبس ومشاكل العملاء. ايوه ان انت مثلا مختار صوره معينه صوتها كبير، فطبعا دي ما ينفعش ان انا احطها لك هنا وخلاص. تمام. لا، انا كفني جاي داخل عندك اعمل المعاينه للشقه بتاعتك، لازم اكون عامل ارتفاع مقاسات، عامل نسب وتناسب للشغل اللي انا هركبه. تمام. ما ينفعش ان انا احط لك دي مكان دي، اقول لك لا معلش احنا ممكن نعمل لك نفس الشكل بس بطريقه مختلفه، بحيث ان انا اعمل النسب بتاعتي متوازيه معايا. تمام. في الشغل، في التشطيب فيما بعد. تمام. يعني احنا مش ان احنا بنخش المكان ان احنا نروح نقضي الغرض بتاعنا ان احنا نروح نركب شويه الجبس بتوعنا وخلاص. لا، احنا لازم نعمل المستقبل. انت نظامك هيكون في الفرش عامل ازاي؟ تمام. لان التناسق مهم جدا في المهنه بتاعت الديكورات. طبعا طبعا هو دي اهم طبعًا. اهم حاجه في الديكورات. معانا مداخله تليفونيه، ام يوسف من القاهره. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا، كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. وحضرتك بالصحة والسلامة ومشكلة. اتفضلي يا فندم، أنا مع حضرتك. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله بخير والله أم يوسف. أنا بصراحة يعني الباشمهندس علاء فنان، يعني هو قدر يفهم التصور اللي أنا كنت عايزاه للشغل، للحاجات الجبس اللي هيعملها لي في الشقة. وبالفعل هو يعني انا مجرد ان انا شرحت له انا كنت عايزه ايه، هو بسرعه وراني الصور، قال لي هو ده اللي انت عايزاه. قلت له بالظبط، بالفعل نفس الصور اللي وريهاني هو اللي نفذها في الشقه. طبعا جوده والفينش النهائي نفس يعني اللي انا كنت عايزاه بالظبط هو عمله، وبالعكس كمان زياده يعني اضافات. هو ابتدى طبعا، هو طبعا ليه يعني تفكير غيري، هو يعني بيقدر يقرا اللي في دماغي اللي انا مش عارفه اقوله. بالفعل لقيته بينفذ لي حاجات انا ما كنتش طالباها، قال لي انت كنت عايزه كذا او عايزه كذا. لا فعلا هو يعني ممتاز جدا جدا يعني. طب يا فندم، ربنا يبارك لك يا باشمهندس. لو فكرت يا فندم ان حضرتك تغيري شغل ديكور، هتجيب حد غير باشمهندس علاء؟ لا لا خالص، ده بالعكس. يعني هو الديكور، الاعمال الجبسيه والتشطيبات والدهانات والحاجات دي، هو يعني كل الحاجات دي هي معاه. ولو انا فكرت اغير بعد كذا سنه، لا طبعا هو طبعا. ولو رشحت يعني لو حد من صحابي سالني هرشح الباشمهندس علاء طبعا على طول. طبعا دي شهاده كبيره يا فندم. شكرا يا فندم. الله شاكرين يا فندم، وشاكرين على اتصالك الجميل. شاكرين يا فندم، الف شكر. طبعا دي شهاده من زباينك ما شاء الله. دي العميله اللي انا شغال عندها حاليا ما شاء الله. يعني الناس برضه من مكانها متواجد فين؟ من عين شمس. عين شمس. عين شمس. ما شاء الله، من احسن العملاء برضه اللي اشتغلت عندهم ما شاء الله. ما شاء الله، يعني ما شاء كل الله. حاجه. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك فيك. استاذ علاء، طبعا انت اديتنا نبذه مختصره عن معنى الديكور. تمام. طب عايزين نعرف انواع الديكورات ايه؟ تمام. هو بالنسبه للديكورات، في ديكورات مودرن، ديكورات نيو كلاسيك، وفي كلاسيك. كل واحده كده باستفاضه كبيره براحتك. المودرن عباره عن اللي هو الشغل، صندوق مقفول او بيت نور معين ليه تشطيب ساده، تشطيباته تكون تشطيبات ساده، ده المودرن. العفش برضو بيكون مودرن، ركنه مودرن، انتري مودرن. ما ينفعش ان انا اكون عندي شغل مودرن اجيب فيه صالون كلاسيك مذهب عشان يكون الشغل منسق. لازم كل حاجه زي ما قلت لك في البدايه، لازم الشغل هعمله في الاساس لازم اكون منسق فيما بعد. يعني انا مش هحط مودرن واجي في التشطيب العفش بتاعي الموبيليا بتاعتي اجيبها كلاسيك. تمام. كده يبقى انا عملت تضاد في الديكور اللي انا عامله في المكان اللي انا قاعد فيه. تمام تمام. عندنا نيو كلاسيك جامع بين المودرن والكلاسيك. هو بيكون نفس فكره المودرن بس بيقبل معايا العفش الكلاسيك. يعني دي نيو كلاسيك. في الكلاسيك اللي هو الكلاسيك الصريح. الكلاسيك الصريح ده عباره عن شغل كله بارز منقوش. تمام. كله عباره عن موديلات سيليكون في فرم الجبس. ده طبعا بيتعايش بقى معانا في الجو الحديث اللي هو الصالونات الفخمه، الانتريهات، شغل الفيلا، القصور،
ده عامة ده شغل الكلاسيك الحديث. تمام. حاجات بتكون حاجات فخمة، تشطيب الكلاسيك بيختلف عن تشطيب المودرن، بيختلف عن تشطيب النيو كلاسيك. تمام. كل حاجة في الديكورات لها تشطيب معين، لها فكرة معينة. مش ان ده شطبته مودرن اشطبه كلاسيك، والنيو كلاسيك ما ينفعش اشطبه مودرن. كل حاجة من دي لها تشطيب معين. تمام. الكلاسيك ليه تشطيبه، اللي هو الشغل الباتيني والاكسده والورق الذهب. ما شاء الله. المودرن تشطيبات ساده في انواع قطيفه، فلاور، بويا ساده، كل دي حاجات معينه لكل مرحله في التشطيبات. تمام. المودرن لحاله، نيو كلاسيك، كلاسيك، كل حاجه لها تشطيبها المعين. تمام. ما ينفعش ان احنا نغلط بينهم. تمام. طب نروح نشوف فيديو ونرجع لحضرتك تاني إن شاء الله.